السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الكرام متابعي قناة فن تربية الطيور، مرحبا بكم أخوتي الكرام إلى هذه الحلقة الجديدة ودرس مهم للغاية. طبعا قبل ما أبلش بالفيديو بتمنى منك أخي الكريم متابع لهذه القناة لأول مرة الاشتراك في القناة، دعمنا بزر اللايك ومشاركة هذا الفيديو. أيضا بتمنى منكم أخوتي الكرام مشاركة هذا الفيديو لأصدقائكم لحتى تعمل فائدة على الجميع. طبعا موضوع حلقتنا اليوم عن تزاوج الأخوة للكنار أو الحسون أو لجميع أنواع الطيور إن كان الطيور المغردة أو الببغاوات أو المعاكف. طبعا قبل ما أبلش بالفيديو أخوة الكرام، اليوم صار منتجنا جاهز للتوزيع في جميع أنحاء العالم، منتج طبيعي 100% خالي من أي مواد كيميائية قد تضر بصحة الطيور. وفيك تتابع درس اللي حكيت عنه أو الحلقة اللي حكيت عنها الفرق بين الطبيعي والكيميائي بالنسبة للعلاج وبالنسبة للتجهيز. طبعا المنتج أخوة الكرام هو عبارة عن 4 قطع، كل قطعة تحتوي على منتج وكل قطعة تحتوي على خليط يساعد الطائر في علاج الأمعاء، نساعد الطيور في علاج من مرض الكبد، ونساعد أيضا الطيور في التجهيز وفي الوقاية. طبعا هذه المواد أخوة الكرام برجع بكررها طبيعي 100%، هي عبارة عن الأصنص تبع هذه المواد هو العسل الطبيعي الحر الجبلي اللي بيحتوي على عدة أمور طبيعية، وهذه الأمور أخوة الكرام قمنا بانتقائها لحتى تعالج طيورنا من جميع أنواع الأمراض بإذن الله تعالى. طبعا أخوة الكرام بناء على طلب الأخ فؤاد، اليوم بدي أحكي لكم عن موضوع مهم كتير هو تزاوج الأخوة وكيف نحصل على فراق جيدي إذا ما نقوم بتزاوج تزويج هذه الأخوة لبعضها. طبعا أخوة الكرام بالنسبة لموضوع التزاوج، جميع أنواع الطيور عندما نقوم بالحصول على الفراخ يجب عليك أن تقوم بملاحظة أو تقوم بتطبيق هذه الخطوة حتى لا تقع في مشاكل. لا نقوم بتزويج أخوي من نفس العش. طبعا شفت أنا واحد على مجموعات الفيسبوك كاتب معلقة كاملة عن تزاوج الأخوي وبصير وعامل جايب الأو دي والدي سري والما بعرف شو وعم بيخلط من بعضهم وعم بيبين أنه فهمان للناس، عم بيقدم لك طريقة غلط لحتى توقع بهالمشاكل هاي. فنحن بإذن الله تعالى رح نحارب كل هدول الناس اللي عم تتفهمن وعم تقدم معلومات خاطئة اللي عم توقع المربي بمشاكل. أخوة الكرام تزويج الكناري أو جميع أنواع الطيور أخوي من نفس العش تزاوج خاطئ 100%. تزويج طائر ذكر كناري بقبعة لأنثى بقبعة أو بقنبرة أو بتاج أو بأي نوع بتسموه أنتو تزاوج خاطئ، وهذا التزاوج بيؤدي لفراخ صلعاء أو لا تحتوي على الريش في منطقة الرأس. التزاوج آخر الخاطئ هو تزاوج كنار أبيض مع كنار أبيض سائد بسائد أو متنحي بمتنحي، وهذا الأمر أيضا غلط أخوة الكرام، أيضا بيسبب لك مشاكل بالفراخ. وبالدرس القادم بإذن الله تعالى رح أحكي لكم عن كنار الأبيض وعن مشاكل كنار الأبيض. إذا كنت مربي لأول مرة لهذه الطيور رح أحكي لك عن المشاكل رح تواجهك بتربية الكنار الأبيض. بدك تزوج أخوي لبعض، فيك تزوج العش الأول للعش الثاني، يعني منجهز ذكر من العش الأول لأنثى من العش الثاني، أو منجهز ذكر من العش الثاني إلى أنثى من العش الأول، وهذا الأمر صحيح ما في أي مشكلة وبتاخذ فراخ سليم 100%. أما تزويج طيور لنفس العش بنفس العش فراخ من نفس العش لبعضها هذا الأمر غلط وأنا ضده بشكل مطلق، وما بنصحك بتقوم بهاي العملية مو مشان الحرمانية ولا مشان تخلي حرام وحرام، ولكن هذا الأمر خاطئ أخوة الكرام لأنه بيكون الدم واحد وهذا الدم أخوة الكرام رح ينعكس سلبا على الفراخ في المستقبل، ومن بجوز أنت تحصل أول إنتاج سليم ولكن رح توقع بمشاكل رح أدلك إياها. أول شيء البيض الفارغ، ثاني شيء وهي حصلت معي وحكيتها قبل هالمرة، البيض الفارغ هلق عكست الفراخ عن بعضها، عكست الأزواج والحمد لله رب العالمين بدأت بأخذ الإنتاج. البيض الفارغ أخوة الكرام، الأمر الآخر موت الفرخ داخل البيضة، الأمر الثالث أخوة الكرام معوقات أو إعاقات تظهر بالفرخ بعد الإنتاج، وهي الأمور شفناها من كساح من صرع. وأنا بتمنى منك أخي الكريم أنك تبتعد كل الابتعاد عن موضوع تزاوج الأخوة. تزوجات صحيحة رح أعد لك إياها هلا، بتزوج أب لبنت ما في مشكلة، بتزوج بنت لابن لأم ما في مشكلة، بتاخذ بالعكس عرق صافي وأفضل من العرق اللي بده يطلع من تزاوج نفس الجوز. التزاوجات أيضا أنا بنصح كذلك الأمر وبتمنى منك أخي الكريم تسمعني وتفهمني وتاخذها كنصيحة، لا تزوج حتى أخوي من غير عش، لا تقوم بتزويجهم، الأفضل أنك تزوج كل ذكر من مكان وأنثى من مكان آخر حتى يكون إنتاجك صحيح 100% وما توقع بمشاكل
وما تعرف مثلا لك بدك تزود انت العش الاول العش الثاني، بده يكونك عندك محجل الفراخ، بده يكونك انت عرفان او فاصل كل واحد لحاله بتعرف هذا العش من الاول او العش الثاني، وما توقع بمشكله تزاوج الاخوه. طبعا هذا الدرس كان بناء على رغبه الاخ فؤاد من المانيا. طبعا اخوتي الكرام، قبل ما انهي الفيديو بدي احكي لكم عن شغله بتمنى تستوعبوها مني وتفهموها. اخوتي الكرام، المواد الكيميائيه اللي عم تقدم للطير وخصوصا في تركيا، المواد الكيميائية اللي عم تقدم للطير وخصوصا في تركيا، وحاليا ظهرنا او ظهر لنا بعض المشخصين او بعض المحتالين او بعض اصحاب الجيوب والعقول والقلوب الفارغة اللي عم تتاجر بارواح الطيور هاي. عم يجيبوا مواد عم يحطوا فيها مهيجات وفيتامينات وعم يقدموها للطير على انها علاجات، وبعد ما ياخذ الطائر بيومه الثاني بتلاقي الطير صار يتحرك بالقفص بشكل سليم، ولكن باليوم الرابع بيفقد الطير او بيموت، نفقد الطير او بيموت الطير. وهذا الامر شفته كثير بمجموعه الواتساب والحالات اللي عم تجيني على الواتساب، وايضا شفت حالات عم بتصير موت الفراخ بعد الفقس مباشره، وموت الفراخ بدون ما يكون في نقطه سوداء، لا مشان ما تخلي نقطه سوداء ما في نقطه سوداء، وايضا موت الفراخ بعد الفقس بعشرة ايام، وهذا الامر شفناه كثير اخوتي الكرام. فانا بتمنى منكم تسمعوا مني اخوتي الكرام هاي النصائح اللي عم قدم لكم اياها. المواد الكيميائيه اخوتي الكرام ضرر للطائر، انت عم تقوم بشراء سم من السوق لتلصقيه لطائرك ويموت، وبتسال بعد ما تشتري من عنده العلاج وبتساله يا اخي الطير ما عم يتحسن، بيقول لك زيد الكميه، تقول له الطير مات بيقول لك زدت الكميه، يعني بيلاقي لحاله ألف منفذ وألف مهرب مشان ما يوقع بمشكلة أو يقول عن علاجه فاسد. وكنت ناوي والله العظيم أني أحط لكم بعض هاي المنتجات، بعض هاي المنتجات، ولكن تدخل بعض الأشخاص حاله بيني وبين أني أضع هاي المنتجات. بنصحك واعتبرها نصيحة من أخ لأخوه، هاي المنتجات بعيد عنها، حتى لو إجتك ببلاش، حتى لو اجتك ببلاش، وخصيصا اخوتنا الموجودين في تركيا، وهذا الحكي موجه لجميع الاشخاص الموجودين في تركيا، لا تشتري من هاي المنتجات، لا تشتري من هدول اصحاب العقول والقلوب والجيوب اللي بدها تكون فارغه. مقابل مبلغ مادي بسيط، مبلغ مادي بسيط عم بيأذيك وعم بيأذي طيرك. هاي المصاري اللي عم تعطيها مشان تشتري فيها العلاج ردها على اولادك، او جيب علاج تعرف توثق فيه انه راح يعالج لك طيورك. طبعا شفت الحالي الحالي اللي مشتركين معي مجموعة الواتساب وعم بتابعوني هلا، شفت الحالي اللي نزلتها بعد ما اعطينا العلاج وقبل ما نعطي العلاج. خلال 3 ايام الحمد لله رب العالمين الطائر او الطيره شفيت بشكل كامل، وراح انزل لكم الفيديوهات، راح افرجيكم الفيديو قبل العلاج وبعد العلاج. مواد طبيعيه 100% عم نقدمها لكم، التكلفه عم نحطها، التكلفه عم نحطها على العلاج، والله يعني ما فينا نقول لكم يعني ما عم نربح، عم تربح عم نربح يعني شيء بسيط لا يسكر، شيء بسيط لا يسكر، مو مستاهل التكلفه، يعني مو مستاهل اني اقوم بهالعمل هذا كله يعني. العالمين وما ضل فيه شيء ولا 1%. انا بدي غاي وحدي اني ساعدك بحصولك على فراغ جيد، بحصولك على انتاج جيد، بحصولك على طيور جيد، بحصولك ببعاد طيورك عن الامراض وابعاد طيورك عن المشاكل. طبعا هاي المنتجات رح تشوفها انت رح تقدمها للطيور، ما بدك منتجات اخي 100%. شوف الدروس المفعال، شوف العلاجات اللي قدمناها في القناه، طبق العلاج الطبيعي. تفضلوا هاي الطيره شلون كانت، طبق العلاج الطبيعي في فيديو الثاني، العلاج الطبيعي افضل من 1000 علاج كيميائي. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيرة جاهزة 100%.